مشاهدينا لسه مكملين معاكم بقيه فقرتنا. احنا خارجين من شهر مبارك، شهر كريم، شهر رمضان. طبعا الناس بتجري على القنوات والمواقع المختلفه ودلوقتي طبعا للسوشيال ميديا عشان اللي عايز يتعلم اصول الدين الخاصه بالاسلام واحكامه ومبادئه، اللي عايز يعرف الفروض اللي عليه، اللي محتاج يعرف في إقامة العقيدة والعبادات والأخلاق طبعا لما يريد الله طبعا سبحانه وتعالى. مصطلح واسع طبعا. عموما علم أصول الدين زي يعني ما بنقول وفعلا مصطلح واسع وكبير جدا. الفقهاء نفسهم والعلماء بيفضلوا سنين طويلة جدا من حياتهم علشان يقدروا ان هم يطلعوا فتوى دينية او حكم من الأحكام. طبعا ده واجبهم من ناحية، لكن الحقيقة ان احنا ساعات كتير قوي الناس بتروح تاخد فتاوى من اماكن مش صح، من اشخاص مش صح، مش دارسين. ويمكن ده بيحصل مثلا في الاماكن البعيدة، في القرى. مع وجود السوشيال ميديا كمان دلوقتي ومواقع التواصل الاجتماعي بقت اسهل حاجة ان احنا ندخل نكتب احنا عايزين ايه، تطلع فتاوى كتير احنا مبنبقاش عارفين هي صح ولا غلط. خلونا نعرف الحكاية أكتر ونعرف احنا المفروض نروح فين ومين اللي يقول واحنا نسمع لمين. احنا معانا الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك، منور. أهلا بحضرتك. أنا شخصيا عندي مشكلة لما ببقى عايزة أعرف حاجة، عايزة أعملها، عايزة أطلع زكاة، عايزة أسأل عن حاجة معلومة، عايزة أعرف أعمل صح، أدخل على السوشيال ميديا أو المواقع جوجل وخلافه، انا تقريبا بطلع معقده. يعني من كم التحريم والشده في مواقع كتير وكم تفاوت الاقوال بالظبط والتفسيرات. انا ممكن حد يقول يبقى محرمها تماما جدا جدا، وحد عاملها وحد قايل لا اصلها، وبعدين بقى فكره بقى ايه عن وعن 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 وعن، والطريقه اللي بيتم الكتابه بيها تخلي المواطن العادي ما يفهمش. أيوة. الناس اللي بتسمعنا دلوقتي تعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اعزنا بالايمان وكرمنا بالاسلام وشرفنا بالانتساب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيي حضراتكم على حسن الاستضافه وبحيي المشاهدين الكرام. وخلينا نقول الدين دايما بيؤخذ بالتلقي، صح، اللي هو شغل المشايخ، اللي هو اقعد واتتلمذ على يد شيخي الموسوعي اللي هو عنده الرأي الراجح، الرأي المرجوح، الرأي الضعيف. هيقول لي ان في اراء وهيبتدي يقول لي والله ده رأي شاذ، ده رأي كذا، ده كذا، ده كذا. الاشكالية دي ظهرت اكتر مع السوشيال ميديا. ليه مع السوشيال ميديا؟ لان اول ناس فكروا يدونوا الدين كان التيار السلفي، صح، فالشيخ جوجل سلفي عشان يعني كده تحريم 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 تحريم. يعني هي دي القضية، المرجعية على جوجل سلفية، جوجل سلفي. يعني هو دايما حافظ مش فاهم، صح، اللي هم أسرع ناس كانت الحركة اللي هي أكثر تشددا، صح، وشافوا ان ده كويس ان احنا نخدم به الدين، ولكن هم ايه فرضوا وجودهم وهم طيار لا يؤمن بالتنوع ولا بالتعددية في الآراء. اللي احنا بنقوله فكرة ان انا ممكن الاقي الامر في المختلف عليه يحتمل اكتر من وجه، الاصل ان دي ميزة، صحيح. يعني دايما حتى بين طلاب العلم الشرع يقولوا ايه، اختلافهم رحمة. ليه؟ لان هنا بقدر الاقي فسحة من ان انا اخد برأي. مثلا لو قلتلك شبه الفتنة اللي بتحصل كل سنة، يا ترى نخرج زكاة الفطر حبوب وانا مش قادر افهم انا ليه عاملين الاشكاليه دي، ولا اخرجها نقود. جمهور الفقهاء كان بيرى ان هي بتخرج حبوب. طب ده من باب التشدد؟ لا، لان اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان اساعدك او تساعديني هندور على ايه اكتر حاجه كانت متداوله بيننا ونهدي بعض بيها، واكتر حاجه الناس كانت محتاجاها في وقتها. بعد وفاه النبي ب 300 سنه جه امام عجيب اللي هو اول الائمه الاربعه، الامام ابو حنيفه، وده كان بيتسمى امام اهل الراي. يعني كان اعقلها وتوكل. قال انا لا اجد حرج في انك تخرج القيمه. طب ليه يا امام؟ قال لان فقه المقاصد هي اتشرعت ليه؟ لان النبي قال اغنوهم عن السؤال، اي الفقراء، صحيح، في هذا اليوم. ف
افضل توسعه مش ان انا اديله رز او اديله ذره او اديله قمح، ان انا اديله نقود يقدر ممكن يجيب بيها دواء، ممكن يجيب بيها طعام، ممكن يجيب بيها شراب، ممكن يجيب بيها ملابس. معلش انا عايز اقطعك في النقطه دي، معلش شيخ رضا، انا عايز اتكلم. طب مع اختلاف الاراء دي، يعني ممكن مثلا يجي يقول لي ايه راي الامام الفلاني قال يجوز، راي الامام الثاني قال هو يجوز بس بشرط، راي ثاني قال، الفرد ساعتها يعمل ايه؟ هنا ياخد بالايسر لانه مش صاحب مذهب. ما انا عايز اقول ولا بيقول لك استفتي قلبك؟ ما هو هنا حتى لو بنقول استفتي قلبك، انا باخد ما هو ده هيبقى الايسر على قلبي اللي هو هيريح بالي. طالما في تعدديه فقهيه، انا بس اللي بعيب عليه ايه؟ ان اللي بيخرج حبوب يقول ايه؟ ان اللي طلعها مال لن تقبل. ولاقي النهارده على القنوات الشيخ جوجل برضه ولاقي كمان بقى على القنوات دلوقتي بعض الناس لما تستضيفيهم بقى يعمل مصيبه بقى عشان يحضر للقاء معاكي، فبقى يخش الجوجل برضه. ما هو لسه هيرجع للكتب. ما انا كنت لسه هسال حضرتك. اللي عايز يعرف معلومه ويعرف يبقى رجع للمرجعيه الصح، يروح فين؟ يروح فين؟ عندنا دايما احترام التخصص، ودي النقطة التانية. احنا قلنا التيار السلفي. تاني حاجة عندنا فكرة احترام التخصص. البعض بيروج ان التخصص ده بدعة غربية، وان الاسلام مش حكر على ابراهيم ولا على استاذة فاتن ولا فلان ولا علان. لا، الاسلام ده بتاعنا كلنا، فاحنا نقول اللي احنا عايزينه. ولذلك الائمة قالوا ايه؟ لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. هتيلي عالم النهارده قاعد على الشاشه جاله سؤال من ضمن الاف الاسئله اللي بتجيله في كل الحلقات، وقال والله طب انا محتاج اراجع نفسي. لا، لازم ننطلق ولازم ما ينفعش اقول معرفش. يا دكتور ابراهيم، ان لو يعني الشيخ قاعد او المتخصص قاعد وجاله سؤال، مش عيب انه يقول مش انا هراجع؟ ده ابو حنيفه عمل كده. يعني يا جماعه، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ان انا اراجع. ولذلك كمان النقطه الثالثه اللي هتحل الاشكاليه، أنا أميل كإبراهيم رضا إلى فتاوى المجامع مش فتاوى الأفراد في القضايا الكبرى. يعني إيه فتاوى المجامع؟ فتاوى المجامع يعني زمان الشيخ ده كان بيتسمى الحكيم، زي الطبيب في الوحدة الصحية في القرية كان يقول عليه الحكيم، ما بيقولش الطبيب. ليه؟ لأنه كل حاجة عنده مش ممكن هتسأليه سؤال ما يعرفوش. لأ، تعقد الزمان لما دار دورته. النهارده بقى لجنه الفتوى ممكن يبقى فيها مهندس، لجنه الفتوى فيها طبيب يقول لي الاستنساخ، لجنه الفتوى وانا بتكلم على المسكرات والمخدرات والتخليقيه والتركيبيه. عرفنا الكلام ده منين؟ لما بدانا نشتبك مع اصحاب التخصصات المختلفه، فبدا موضوع الدين ما بقاش يعني مثلا مسلسل اتعرض السنه دي بيتكلم عن فكره تأجير الأرحام. طب مش زمان من 10-15 سنة دكتور عبد المعطي بيومي كان ليه رأي خرج عن إجماع كل الناس وقال أنا أرى إن هو حلال. النهاردة حتى المسلسل لما جسده قرب وجهة النظر. عايزين نقول أنت عملت إشكالية ما أنتش واخد بالك منها. أنت بدل ما كانت علاقة بين أب وأم، لا بقى في اتنين أم. لأن هاتيلي مين اللي بفطرتها السوية النقية اللي ممكن هتخلف وتقول له خد شكرا، ده أنت عايزه ديليفري ولا وجهة نظرك بقى يا دكتور إبراهيم، حلال ولا حرام؟ بالاجماع حرام. طيب اقول لك راي واحد انفرد في دي لاني هيعمل لي اشكاليه. يعني انا هنا هقف عند اختلاط انساب، حتى ولو مش بالناحيه العلميه، بناحيه ان الام هي مين من حملت واخرجت الطفل ده للوجود وبدات تحس انه حته منها. طيب عشان ده موضوع يعني بيحتاج فقرات لوحده. بس احنا برضو انا الحاجات الكبيره، الاشكاليات الكبيره اروح فين لما يبقى عندي سؤال؟ عندي. والحاجات الحياتية اليومية اللي هو أطلع ذكاء الأبسط أروح فين؟ عشان نبقى قلنا للناس. طيب اللي حابب معلومة يرجع مرجعيته الاشتباكات. إيه الاشتباكات الكبرى دي؟ عندنا دار الإفتاء، عندنا لجنة الفتوى بالأزهر. ربنا ما حرمش المصريين من أن كل مسجد كبير في منطقة فيه عالم من العلماء التقال، أقدر أرجع له وأقعد وأكلمه وناقشه، أتواصل معاه عن طريق التليفون، عن طريق السوشيال ميديا. حتى دار الإفتاء مسهلة الموضوع ده جدا. الإشكالية إن إحنا في مصر اتساب مجال الدين كلأ مباح فترة حوالي 40 سنة لكل من هب ودب. هو صحيح. إيه مؤهلات الدين؟ اضرب دقن وقصر جلابية وقعد في المنبر في زاوية. الحاجة التانية، بعض الفضائيات كانت تشترط إن اللي جاي يتكلم في الدين ما يكونش أزهري.
يعني وكلنا مرينا بالفتره دي. ما يكونش ازهري يعني مش عايز متخصص. لا انا عايز الوادي الامور الحليوه اللي هو جاي على الشاشه عشان ياثر على الشباب. ده كتب استاذ محمد هاني، كتب كتاب اسمه الدعاء الجدد لو احنا فاكرين الكلام ده. فاحنا لقينا اشكاليه، احنا قدام حاجه يعني احنا سبناها وظنا منا ان ده بالعكس، ده الطبيب لما بيغلط في عمليه جراحيه هيموت لك مريض واحد، لكن اللي بيطلع داعيه ده ويفتي بدون علم. اديكي مثال سريع، سيدنا النبي في غزوه من الغزوات، واحد من الصحابه احد المشركين ضربه شق دماغه اتنين، فراحوا طببوه ربطوا له دماغه ونيموه، احتلم بالليل يعني يعني ناقصه يعني، فعايز يتوضى يصلي الفجر. فقال اشيروا علي ايها الناس، النبي مش معانا واحنا بنحارب، فانا بس عايز حد يقول لي انا دماغي مفتوح، هل لازم اغتسل عشان انا احتلمت ولا يكفي ان انا اتيمم؟ المعلومه الدارجه لغايه دلوقتي يقول لك ايه عند المصريين، اذا حضر الماء بطل التيمم. غلط المعلومه دي، غلط. ليه؟ لان اول سبب للتيمم مش عدم وجود الميه، لا، اول سبب العالم يقول لك ايه، وجود الماء مع عدم القدره على استعماله. افرضي واحد محروم، واحد زي الحاله دي، يبقى هنا ايه، اصل هو يقول لك طالما الميه موجوده يبقى لا. فقالوا له لا لازم عنك. قالوا له لازم تغتسل. فالراجل يا عيني خوفا من الله اغتسل علشان يصلي، الميه تخللت الجرح مات. علم النبي بهذا، تخيل النبي قال ايه، قتلوه قتلهم الله. شوفي ده عليهم، هلا سالوا فعلموا فافتوا بما علموا، انما علاج العي يعني الجهل السؤال. يعني عايزه تقاوم الجهل بالسؤال، اسال، وربنا اللي قال كده، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر هنا اهل التخصص، سواء في الدين في الطب. بس احنا بقى عندنا مشكله مكان. خلاص بقى دكتور ابراهيم، احنا فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا في كل جامع وفي كل زاويه واحد ممكن يكون عشان قعد شهر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في الجامع، بقى هو ده ما انا عايز اقول لك الناس هتلجا له. خلينا نقول ان ده بيحصل في القرى بشكل يمكن بيحصل كتير، لكن الدوله تنبهت بعد 30/6 الى ان اصل ده في دول يا سيدتي العزيزة اتشالت من على الخريطة بسبب الفتاوى المغلوطة. صح. يعني صحيح. يعني في دو فين العراق النهاردة؟ فين ليبيا؟ لما يطلع واحد يقول لي انا مفتي ويفتي بقتل معمر القذافي على الهواء، مع انه قبلها بشهرين كان قاعد في بيته وبيتنعم بخيره وعطاياه. فاحنا هنا محتاجين نفهم. فالدولة لما بدأت تتنبه لده، بدأت وزارة الأوقاف يبقى في إجراءات حاسمة ورادعة، وهنا ما حدش بيقدر يرقى يعني المنبر. أنا ما زلت كمان بقول إن وزارة الأوقاف لسه عملت مشروع عملت كبير وعملت كتب ويمكن اتعرض عليها وكتب لتجديد الخطاب الديني، بس ما زال فكرة الانتشار الواسع، لأن زي ما حضرتك قلت إحنا سهل جدا إن إحنا نضغط الضغطة وندخل على أي موقع وننفذ، زي ما حضرتك اشرت المثال اللي انت قلته، ده ممكن تحصل مصيبه. اقول لك مفاجاه كمان، احنا كل ما بنحل كانت بتتعقد اكتر. ليه؟ لاننا ما كناش منتبهين ان المراه كمان تم اختراقها. المراه اللي قاعده في البيت في القرى في الحواري، كانت الطيارات المتسلفه بتيجي تبتدي تعمل معاها زي بروتوكول السلفيه اللي كانت لو عرفت ان واحده في الحي مريضه، في وفد يروح لها ويبتدي يستقطبها ويبتدي يقول لها النقاب هو الاصل وهو الاولى والانعزال عن الدوله و احنا عشنا فترات صعبه قوي والله، ده سيئه جدا. هنا بدا الازهر والاوقاف ايه، لا يدخل المعركه ويجند المراه ويطلع ويشتغل مع الواعظات. هي تجربه مش هقول لك وصلت لحد الكمال، لان دايما الشيخ الغزالي كان يقول ابعاد المراه عن المجال الديني في الافتاء دعوه خبيثه اريد بها تجهيل المجتمع. ما انت لو عايزه تقتلي مجتمع اقفلي الرافد بتاع الام، خليها ايه، يا ضنايا يا حبيبي يا مش عارف ايه، فهي متعلقه باللي هيجي لها من الرافد المتشدد. النهارده بقى في اكتر من 3-4000 واعظه، مش هقول لك احنا وصلنا لحد الكمال حتى في النضج وكل حاجه، لا، بس بدايه انك انت عملتي غزو للبيوت، ان انت كأم انا معاكي، تعالي اقعدي معايا في المسجد، لان انا كإمام مش هقدر اروح اقعد معاها في البيت، وهيصعب عليا وعليها ان احنا نتواصل. لكن لما جند لها واحده من بني جلدتها وتقعد معاها وتستقطبها وتتكلم معاها، والهدف أسهل. مش ان انا اضمها الجماعه، بالعكس اشرف حاجه الازهر بينعم بها هو والاوقاف، انه ما بيجندش حد الحاجه، هو عايز الفهم المستنير المستمد من الكتاب ومن صحيح السنه الثابته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي يسود. والله يا دكتور ابراهيم احنا بس لو علمنا الناس
جملة ان انت قبل ما تعمل فكر انت هتزعل ربنا او هتخاف ربنا، اعتقد ان احنا كده فتحنا باب ان احنا يعني يبقى فيه رحمة، لان ربنا رحيم. ما هو بقى بيجي بقى يخش لك يقول لك لا ده بيضلل. هل كان يخطر على بالك ان كلمة الوسطية النهاردة يقول لك ان من الطرق المؤدية الى النار الوسطية اللي ربنا بيقول اللي في حقها؟ مين اللي بيقول كده؟ برضو ده الطيار الشيخ جوجل، لما هترجعي له هتلاقي يقول لك ان باسم الوسطية، باسم الوسطية والاعتدال بيتم تفكيك الدين. خلي بالك ده كله كلام، لما المتلقي العادي اغلى حاجه بيمتلكها الانسان ايه؟ عقيدته. عقيدته، لانه خلاص راح الى الله. فدايما لو مهندس لو طبيب كمان تجرؤ غير المتخصصي، هو الراجل اللي كان عايش في المعادي وكان زي الفل وكان طبيب تقريبا اطفال وبتاع وكلام، لما بقى زعيم القاعده، بقى زعيم القاعده، هو لو فضل في مجاله اللي اتعلمه وتخصص فيه قد ايه كان نفع المصريين، قد ايه كان نفع الحالات الانسانيه. لكن شوف النهارده لما يتجرأ على ده ويسيب ده ويتحول لزعيم لتيار القاعده والارهاب والقتل والتدمير. صحيح. حتى كلمة الله أكبر اللي احنا كنا لسه بنقولها في العيد شرعت لما حضرتك تحس بالفرح. صح. ابني نجح، أنا كسبت، أنا فزت، أنا حصلت على حاجة كويسة. لا، الكاميرات اللي كانت في ليبيا وهي بتعدم 25 مصري من الأقباط بيقولوا الله خلت المتلقي برة يربط بين الله أكبر وبين للأسف. القتل للأسف. فده اسمه خطف للدعوة، وآن الأوان لكي نستعيد الدعوة على الكتاب وعلى السنة من خلال أهل التخصص ممن أفنوا أعمارهم في دراسة أحكام الله، معرفة الحلال من الحرام، الحسن من القبيح، الخير من الشر. هي مهمة. صحيح. ثقيلة، وربنا يعين عليها يعني علماءنا، لأن احنا فعلا وصلنا يعني كان وصلنا لمرحلة صعبة. حقيقي. أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا. دكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا دكتور. نورتنا يا دكتور، نشكرك على وجودك معانا. نروح نشوف أخبار الرياضة. زي ما تقولي جاهزين. جاهزين؟ عارف انت عايزه تقولي ايه؟ لسه هقول جاهز.